جماعة الخير، يا جماعة الخير، احنا ما نحاسبوكم، ما عدنا صلاحيات، ما انتخبتوا علينا، ما عطيتونا ما والو، احنا رانا نخدموا، هذا واجبنا، نبينوا القضية، نبينوها لكم وان شاء الله تتحركوا. هذا ما كان في الحقيقة، هذه القضية تاع إليزا عندها 5 أيام ولا شحال، والله العظيم ماشي نقول لكم، احنا نتمنوا انه السلطة المحلية ان شاء الله تتحرك. هذا ما كان، هذا واش نتمنى من إليزي. واش قلت لي سيد علي شلفة؟ شحال راه الوقت سيد علي؟ ايه في شلف عيطونا جماعة تاع تاجنا، تحية لخوتنا في تاجنا وتحية كاع خوتنا كاع في شلف، الشطية، واد سلي، بوقادير، كريمية، واد الفضة، تنس، كاع خوتنا بني حوا، كاع خوتنا كيما راكم، كاع كيما راكم، كاع خوتنا تاع شلف. في تاجنا، في تاجنا يا اخي، تاجنا عندها مسؤولين ولا عندناش يا اخي؟ شلف عندها مسؤولين صح، قبيله كنا نوريكم الناس مغبونين في شلف، مغبونين. السلطات المحليه قال لك واش نديروا؟ نبنوا مارشي، بناوا مارشي، كي بناوا مارشي خلاوه، سمحوا فيه تمرمد ولا زوبيا ولا الله لا يشوفك. كي عيطونا الجماعه تاع شلف قال لك النوي كي رحنا درنا التحقيق ومنا ودخلنا، نعطيكم الفيديو سيدي، عطينا الفيديو ما هاو مارشي. وش لقينا؟ لقينا باللي المارشي هذا تاع تاجنا بنات السلطات المحليه تاع شلف للجنون. على بالكم باللي خاوتنا الجنون كيما احنا راه عايشين نورمال، عايشين كيما احنا، وراه ذكرها من القران وذكرتها من السنه النبويه الشريفه، كاين الجنون. هذا المارشي يا جماعه شلف، يا جماعه تاجنا، هذا المارشي راه للجنون، راه خدمه السلطات المحليه تاع شلف للجنون، يبيعوا ويشروا فيه. هاو كيف انتم تعيشوا غير انتم برك، هاو الجن ما يعيش معاك يا ابن عمي. ها باش ما تظلموش، ما نظلموش السلطات المحليه تاع الشلف، راهي خاصه هذا المرشي للجن هكذا مباشره. ها مخلوق مريقل في وسط العيبه، ها يعني ما خلي الصوره هي اللي تهضر، انا ما نهضر، انا ولا غير عيد ولا غير راسي ضرني، والله العظيم والله راه الليله الجمعه ولا غير راسي ضرني، اقسم لكم بالله. شيش شيش نافلا بارك ولا نعرف لي في تي ام جي شيش والله العظيم يعني ما يا جماعة اللي يحب يضحك ولا كيما يحب، هذه حقيقة، هذه تضحك ولا تبكي ولا تسب ولا ما يعجبكش الحال ولا يعجبك الحال، ما عندك ما تدير، هذه حقيقة، هذه حقيقة راهي صارية في بلادنا، في بلادنا سيد علي. ولا غلط طلعتهم، راني صراحة جبت برضه وريح كيما راك ما تدير والو، يطلعهم إيه هذو، لازم يطلعوا هذو اللي خموا على الجن وداروا له مارشي. واش نهبط؟ والله غير طلعتهم، استناني نجيب المارطه ونجي مسخر بيا يا حيدي. إذو راه المسؤولين هذو لازم نصدروهم للخارج، هذو المسؤولين هذو. قال لك الجزائر ما فيهاش حقوق الانسان، يا قال لك الجزائر ما فيهاش حقوق الانسان، الجزائر ما فيهاش حقوق الانسان، فيها حقوق الجنون، فيها حقوق الكلاب، فيها حقوق الاعواد، فيها حقوق القطوطه، كل حاجه عندها حق في هذه الجزائر. السلطة المحلية تاع شلف وتاجنا راكم طالعين، والمير برشا شوش تاع الجن تاع تاجنا راك طالع، والجوامير تاع الجنون تاع تاجنا راك طالع.